طبيعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسود الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 30 درجة مئوية، أي درجة حرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. الملموسة 28 والرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة غربية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، إربد 30 ل 19، عجلون 28 ل 17، جرش 31 ل 19، والمفرق 33 ل 20. المنطقة الوسطى البلقاء 32 ل 21، مأدبة 31 ل 20، البحر الميت 38 ل 26، العاصمة عمان طقس صافي 30 ل 21، والزرقاء 33 ل 23. المنطقة الجنوبية طقس صافي في الكرك 28 ل 18، طفيلة 29 ل 19، الشوبك 28 ل 19، معان 33 ل 20، والعقبة 39 ل 26. المنطقة الشرقية الأزرق 37 ل 22، الصفاوي 37 ل 21، ورويشة 38 ل 22. إلى اللقاء.